ربي شاهدك 29 الرسول قريتها في كتابي. ربي شاهدك بربع عرب، هود وشعيب وصالح ومحمد رسول ونبي. ما شهدكش على المال، سلك الجزائر وهادو المحال. ربي شاهدك باللي قراو في اللوح، ربي شاهدك باللي بنا سفينة باللوح. ربي شاهدك بجا سيدنا موسى وسيدنا نوح. ما شهدكش على المال، سلك الجزائر من دون محال. ربي شاهدك بجا القرآن، بجا سورة البقرة وسورة الرحمن. ما شهدكش على المال، سلك الجزائر من دون محال. ربي انت خلقت الحياة وخلقت الموت، وسلكت يونس من بطن الحوت، وفي الدنيا كله كاين. ربي يسلك الجزائر من دون محال. قولوا آمين. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نتحدث فيه عن بعض الأحداث التي شهدتها بلادنا الثانية الجزائر، حيث تولت هذه الأحداث من حرائق وصولا إلى مقتل شخص أو حرق شخص يعتقد أنه من تسبب في إشعال هذه النيران. بصراحة الخسائر التي لحقت بالجزائر إثر هذه الحرائق لم تكن بالأمر البسيط، حيث أنه تم إحصاء إلى حد تصوير هذا الفيديو عدد الحرائق وصل إلى 99 حريق في 16 ولاية، وللأسف تم إخماد إلى حد الساعة فقط 14 حريق، وهو رقم بسيط مقارنة ب 99 حريق. وعدد الوفيات كان مقسما إلى قسمين، الوفيات في صفوف المدنيين وهو ما وصل إلى 42 شخص، أما في صفوف الجنود فتوفي 25 جنديا. هذه الإحصائيات كانت إلى حد تصوير هذا الفيديو. وإثر هذه الصدمة التي تلقاها الشعب الجزائري، ما لبث أن جاءته صدمة أخرى تتمثل في إحراق شاب في مقتبل العمر، ممن يشتبه فيه أنه كان السبب في إشعال هذه النيران. عشنا مع جنس كيما هذايا، ماشي حق عليهم، ماشي حرقوا إنسان. إحنا درنا الخير، معليش الوجه ربي. بصح أنتم يا سكان فور ناسيونال، ماشي هكذا. ماشي هكذا فور ناسيونال. ماشي بالطريقة هذيا. أو لا لا. هاكو ظلمتو الانسان، هذا ظلمتوه اللي حركتوه، هو اللي حركتوه، حركتوه له قلب ميمتو. او لا لا ماشي هكذا. والحاجه الدوزيام تاع سيدي داود، مراد غباش. او لا لا انسان خاطئ، انسان فلاح. معليش انتم اللي تحكموه تحرقوه، صافي تحكموه تحرقوه. حنا تاع بغليه، معليش جبناكم 100 كاميون البارح. البارح 100 كاميون يطلع عليكم بلي دواله. صح يا اخي، يا اخي هكذا ديجا فور ناسيونال بليد، وانا ماشي متفاهمي بيناتهم. ايه والسيد اليوم انا اون بيرسون، اون بيرسون وصلالك وصلالك وصلالك. قول لهم انا ما هربتش من فور ناسيونال، انا الله يرحمني. ايه كنا انا وياه كنت معاهم بالانتيك، شافوني نحكي عربيه جوست كي كانوا يضربوا في السيد اللي قتلوه. تاع مليانه كنا حاضرين فيه اليوم انا وياه. البوليس اللي خرجني لو كان ما قاليش خويا العزيز، قال لي راك تهدر عربيه، قال لي روح تروح اكتيفي. قال لي سينو سينو زيد لهم حاجه، زيد لهم حاجه، زيد لهم حاجه. احنا احنا لي كابل، معليش برك تعربنا كابيل. احنا هذا تصرف وحشيون، او على الاقل تصرف لا عقلاني، لانه بعد ذلك اتضح انه بريء من هذا الاتهام، بل انه حتى كان يجمع التبرعات في اخماد هذه الحرائق. ولذلك يجب ان يقدم هؤلاء الاشخاص الذين قدموا على احراق هذا الشاب في مقتبل عمره حيا، يجب أن يقدموا إلى العدالة ببساطة ليتلقوا مصيرهم. وهؤلاء العشرة الذين قدموا على هذا الفعل الشنيع لا يمثلون ساكنة القبائل الذين خسروا أقاربهم وأحبائهم، والكثير منهم خسروا محاصيلهم الزراعية وسيتكبدون عناءها طوال السنة إن لم يكن هناك دعم من الدولة. وعلى إثر ذكري للدعم، استقبلت الجزائر طائرتين من فرنسا من أجل المساعدة في إخماد الحرائق، في حين صاحب الجلالة الملك محمد الثالث أعطى تنميته لوزير الداخلية والشؤون الخارجية من أجل التعبير للجزائر عن استعداد المغرب من أجل المساعدة في إخماد الحرائق التي تشهدها عدة مناطق في البلاد. ولكن للأسف لحد الآن لم يتلقى أي إذن للدخول، مما يطرح علامة استفهام كبيرة بسبب تجاهل الجزائر للمغرب، في حين دخلت طائرات عديدة من دول أخرى أو على الأحرى من دول أوروبية. على أي، هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم بطبيعة الحال لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم عبد المجيد بوريس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم.